حذرت منظمات دولية من مغبة استحواذ الدول الغنية على نسبة كبيرة من الجرعات المتوقع إنتاجها من لقاحات كورونا، وقالت إن ذلك سيحرم من يعيشون في البلدان الفقيرة من فرصة الحصول على هذه اللقاحات. التحالف الشعبي للقاحات الذي يضم منظمات من بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام قال إن ما يقرب من 70 دولة حول العالم من دول أصحاب الدخل المحدود ستكون قادرة على تطعيم شخص بين كل 10 أشخاص. معي للوقوف على هذه حقيقة المعلومات الخطيرة عن عدم حصول الفقراء على لقاح كورونا الصيدلانية المختصة في علوم أورام الدم للأطفال دكتورة ليال الوعر. دكتورة ليال الوعر، بداية نسألك عن موضوع ربما يعني حقوقي سياسي لا علاقة له باللقاح. هل اللقاح حق للإنسان من وجهة نظرك كصيدلانية، بغض النظر عن عرقه، عن لونه، وحتى عن وضعه الاقتصادي والاجتماعي؟ أهلين فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة مرة ثانية. طبعا اللقاح حق لأي إنسان موجود على الكرة الأرضية، سواء بغض النظر عن الحالة المادية، بغض النظر عن العرق، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الديانة. هذا أقل وأبسط الحقوق اللي يعني المفروض الإنسان يتمتع فيها. طيب. طبعا بتمنى أنه بظل الظرف اللي نحن عايشينه أنه يتم توزيع اللقاح بشكل عادل على الفقراء على حد سواء للأغنياء. كلام مهم، يعني مدخل مهم، أنه هذا الحق للجميع بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو دينهم أو هويتهم. إذا لماذا تحذر منظمات من أن الفقراء لن يحصلوا عليه؟ على الأقل في الدول الفقيرة ستكون قادرة على تطعيم شخص من 10 أشخاص، يعني 10% فقط من سكانها. طبعا هلا هو الموضوع يعني له أكثر من سبب وله أكثر من فرع. نحن بنقدر نقول إنه لا يستطيع منتج واحد تغطية احتياجات العالم، هي أول شيء. وتوفير المنتج، يعني ما في أي دولة رح تكتفي من منتج واحد، لأنه ما في أي شركة حتقدر تغطي احتياجات العالم كلها. فكل الدول وخاصة الغنية رح تتسابق طبعا وتلجأ لأنه تشتري اللقاح وتوفره للمواطنين تبعوتها قبل الدول الثانية. وحيحاولوا طبعا الدول الغنية أنه يشتروا من أكثر من مصدر ومن أكثر من شركة، مثل ما شفنا مثلا ببريطانيا عملوا authorization أو ترخص المنتج الأمريكي قبل البريطاني واشتروا 800,000 جرعة. في طبعا أسباب تانية، في أسباب لوجستية مثل أنه لقاح فايزر بده درجة حرارة منخفضة جداً، هي الحرارة ما أنا متأمنة بأغلب الدول. نحن طيب، ولكن مع إشارتك دكتورة ليال لترخيص هيئة الدواء في بريطانيا للقاح أكسفورد أسترازينيكا اليوم، والمعروف أنه لقاح منخفض التكلفة حوالي دولارين إلى 3 دولارات ولا يحتاج لظروف تبريد صعبة، نعم، يحفظ في الثلاجة، هل أنت إذن متفائلة بأن هذا اللقاح يمكن أن يصل إلى الدول الفقيرة وأنه لا عذر للأمم المتحدة والدول الغنية أن لا تساهم بإيصاله للفقراء؟ أكيد أكيد، بظل أنه تأسست طبعا هذا حسب منظمة الصحة العالمية واتحاد كوبكس اللي تشكل حديثا واللي انضمت له أكثر من 172 دولة من العالم، سيكون هناك أمل يعني بأنه حيكون في جهد لتوزيع عادل للقاح للدول المشاركة بالاتحاد سواء كانت فقيرة أو غنية. طبعا أخذوا بعين الاعتبار التسعير، وأخذوا بعين أنه بحيث أنه يتم إمكانية توزيع اللقاح بشكل عادل، بحيث أنه الدول الفقيرة تقدر تدفع ثمن اللقاح وبعض الدول الغنية تقدر تدفع أكثر من الدول الفقيرة، وهذا طبعا لتوفير إمكانية الحصول أو توزيع إمكانية التوزيع العادل للقاح لنقول. فلذلك الدول الغنية أظن أنه حتدفع أكثر من الدول الفقيرة. طبعا كل الدول اللي ساهمت بهذا الاتحاد رح تحصل تدريجيا على اللقاح، ما رح ينعطى اللقاح للبلد الغني قبل الفقير. طيب. لكن هناك حيكون نوعين من الاتفاقيات مع اتحاد كوبكس ومنظمة الصحة العالمية، بحيث أن الدولة اللي تستطيع تحديد أو اختيار لنقول نوع اللقاح الفعال أو مجموعة اللقاحات أو لقاح معين، هذا طبعا يعني إذا الدولة دفعت أكثر لنقول حتقدر تختار النوع
الفعال اللي بده اياه. هذا اغلى من الخيار الثاني اللي هو مثلا انا بدفع او بساهم بنسبه معينه كدوله وبحصل على اللقاح اللي بتامن لي اياه المنظمه. يعني طبعا اكيد حيكون لقاح فعال وامن، بس انا ما حقدر اختار اللقاح اللي انا يعني انا بشوف مثلا بدي فايزر، ما حقدر اختار فايزر لانه انا. هذا كلام مهم دكتوره ليال، هذا يحيلني للسؤال التالي حول اختيار عدد كبير من الدول للقاحات حتى الان لم يتم اعتمادها، ما خطوره ذلك عندما يتم؟ اكيد انت سمعتي انه تم تعاقد كثير من الدول مع لقاحات صينيه، بعضها لم يتم على حد علمي لم يتم اعتماد اي منها، ما خطوره ذلك على العالم كله؟ هلا ال يعني اذا نحن رجعنا للوراء، بريطانيا، امريكا، الدول الغنيه كلها عقدت او ابرمت عقود تشتري اللقاحات حتى قبل ما تطلع. يعني نحن كان في عقود مثلا مع استرازينيكا لامريكا قبل ما يطلع اللقاح او قبل ما يترخص، كان في عقود لأمريكا أو بالعكس كان في عقود بريطانية مع فايزر قبل ما يترخص اللقاح حتى بأمريكا، بريطانيا رخصته قبل. فهذا نفس الشيء كل الدول عم تتسابق لأنه تاخذ. الدول العربية مثلا في بعضهم عم بيفضلوا اللقاح الصيني، بس طبعا ما في لقاح رح يجي، والدول تقريبا عم تحاول تاخذ عقود مع كل الشركات لأنه بدهم يضمنوا عدد أكبر من الجرعات مثل ما قلت، لأنه ما في شركة معينة رح تكفي الدول كلها. طيب كلام واضح أنه يعني اعتماد أو العقود قد تسبق حتى البدء بالتطعيم، والتطعيم ينتظر الاعتماد الرسمي. لذلك سؤالي الأخير لك دكتورة ليال حول المبدأ الأخلاقي لتوزيع اللقاح على العالم ونجاعة عدم تلقيح الفقراء، ألا يؤدي ذلك كصيدلانية إلى عدم نجاعة حتى اللقاح في الدول التي لقحت مواطنيها إذا بقى قسم كبير من سكان العالم دون لقاح؟ أكيد نحن طبعا أنا بتمنى أن الدول ما تسعى لوطنية اللقاح، لأنه لو في هناك دولة واحدة ليست آمنة فالعالم كله ليس بأمان. لازم يكون في مساواة في فرص الحصول على اللقاح. طبعا المساواة هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة الحالية. يعني نحن ما لازم يكون في سباق من يعني رح يفوز بهالسباق، لأنه لو ضل يعني دولة واحدة خارج المركب لنقول رح ترجع الجائحة مرة ثانية. كلنا على سفينة واحدة. شكرا لك دكتورة ليال الوعر الصيدلانية المختصة في أورام الدم للأطفال، كنت معي من لندن.